بعد توقف دام قرابة العامين، يعود مكتب جوازات غريان إلى العمل من جديد. قسم جوازات الرابطة هو أحد ثلاثة أقسام تتبع جوازات غريان، استحدث أخيرا لتخفيف الضغط على الإدارة الرئيسية وتسهيل الإجراءات للمواطنين. هذه مدة الوقوف حوالي سنة وثمانية شهور. طبعا الأسباب هلبة، من ضمنها عدم توفر الخام والمشاكل الأمنية، الأمور اللي صايرة في البلاد. لكن الحمد لله التعاون ده بفضل الخيرين، بدينا إن شاء الله في التصوير، لكن عندنا تو شوية مشاكل فنية هيك في الاتصالات. العدد المستهدف عندك 4 أيام في الشهر حسب الجدول اللي جاينا من المصلحة، بمعدل 100 جواز في اليوم لمدة 3 أيام تباعا ويوم متفرغ بروحه. اليوم احنا عندنا حسب الجدول يوم 21 و22 و23 من شهر 10، بيوم 30 من شهر 10. توقف المنظومة بات العامل الرئيسي لتوقف العمل وتكدس قوائم المواطنين ممن ينتظر دوره في عملية التصوير وإتمام الإجراءات المتعلقة باستخراج جواز السفر. نفتح في التصوير، تواجهنا مشاكل، هي الإقبال كبير من هذه المنطقة ومن المناطق المجاورة، وعندنا مشاكل في القسم من ناحية المبنى، وضروري نوفر صالة انتظام. يبذل موظفو مصلحة الجوازات هنا بغريان قصارى جهدهم لتدليل الصعاب أمام المواطن للحصول على وثيقة السفر بعد توقف دام لسنوات. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، غريان.